صبحكم الله بالخير. ايه عاد اليوم ركضة الله يحفظكم. مال الأسنان وعديه وياهم مال مركز تجميل اللي في بناية الدار عقب ضرس الأخراني. البارحة في الليل أزن في الطرفة شرعت الشنظيرة شرعت الرأس من تسكب لساني راح لساني. يا ربي يا قايل الله كان بيني راح لساني بصبح أبوي الصف ما برو ما سوي سنابات. شوف وين حاتي حال ننكب. اي والله صباح الخير من الحناية. Good morning. We miss you when you was in your country. اي والله من الحناية. Why she have to stay here? No. Okay. Okay. No need when you go up and when you go down. No need for somebody. This one is... Don't worry. اي والله. يلا. يلا بطة. سير اشتغلي قبل بعد هاي. هاي يقول لك زعفور خادم وحاطه خدام. زعفور خادم وحاطه خدام. انت الحين روحك يا ست تشتغلين. انت بحد يشتغل لك بعد من غير؟ عيوز هب عيوز. الا ابوي هاي بزيه. ها صباح الخير. تمام. وين؟ موجود. موجود. يعلك دوم موجود يا صلاح. يا هلا صباح الخير. تمام. هاو ار يو؟ يلا يلا تريك له بعد انا خلاص يلا. انت وين سايره؟ سايره. انت وين راي؟ احبت اي رسوله بتي وياي شوي في الزراعه؟ وين؟ بتي وياي اللي في الزراعه؟ ما ندري شو رايكم يا ربي الحرارات اليوم اللي بطال شو رايكم؟ شو صلاح؟ ما اعرف. انت ما تعرف تلقطكم كشف على الدنيا كلها. ايوه خالي ابو في قاعدته هذا حد مطرش لنا شيء من خاري على اساس انه شباب. جزاهم الله خير. ايوه ها بعد مطرشين بلاليط وياه هذا. بعد عرس خمير. جزاهم الله خير. الحين شو عاد الحين الله يحفظ اللي يعرف معلومه وين جاي هذا الطباخ ودوارك انتين اللي عارفين. اقول لكم شوفوا الفيفاي لانه انزرع في وقت متاخر شهرين. شوف حجمه كيف استوى يعني تقريبا 50 سنتي او شوي قاصر على المتر. مفروض الحين يكون متر ونص ارتفاع الفيفاي ويبتدي الحين يزهر يعني يسوي في صم توه بادي على كبر حبة القهوة الورد ماله. يغير انا لاني انا تأخرت في زراعته شهرين او شهر ونص تقريبا. فلذلك هذا الناتج يعني ان شاء الله كان الله جاء في العمر بدلنا بناكل منه لكن بيكون مخر يعني بيكون. شوف الحمد لله الليمون الكافيار شوف علمه الحمد لله ولا اختلف من اذنه. شوف الورقه البنيه هاي التنظيره الجديده اذا تعبت الشيره معناته انه يكون يرقد ترقد الشيره ترقد الورقه وعقب تذبل الشيره وتتعب فالحمد لله. صباح الخير يا عم رقب. متقبض اشوفك خايف تطيح؟ ما بطيح. ما طحت وانت هناك في الغيط بطيح هني؟ لا تقص الخضر لا تقص الخضر. لا وين بتحت الحين اللي تو قصيت فيه فيها هذا ها ها ها. وين ناشف؟ لا لا ناشف ظلمتك. سامحني عم رقب سامحني ضربتك يا ريال. لا سوي ما يخلون ابوي هالنمونه قصصون ها الصير كله ما شاء الله في دفع جديد. الحمد لله الحمد لله ها كله تنظير جديد.
تشوف الشيره لو حتى لو تو زرعها بي من شهرين او شهر ونص، ومن تشوف ضربت بورق جديد ابتدت تغل، يسمون المصريين دفع، نحن نسميه غل. من تبتدي تغل الشيره بورق جديد عرف ان ضربت بعرج تحت، خلاص رقم واحد. شو ما شاء الله هذه توها بادي تفصل، خلال يسمون خلال الحنبه هذا في معها الكبير يسمون خلال. هاي ما فيها نصيب على شوفها، خلاص ما ادري هاي يتم شيء تو بزهر. الحمد لله ان شاء الله انها سنه خير. ابدا كاد النكد ما شيء وحده هنتين يتشلبح فوق هو كله، يعني اللي بينه سحينه. شوف اذا البشكار ولا مال المساندة في البيت اللي عندك، إذا أنك أنت يا راعي البيت ما تجلس توجهها وتجلس معالي راسم سوي الشيء الفلاني وسوي تعبم الشيء الفلاني، ما بيسوون ما بيسوون. لازم بين فترة والثانية إعادة، يسمونها ريفريشنج، مثل الكمبيوتر التليفون الحين من يعلج قال لك والله بنده وشغله أساس يعيد نشاطه، واللي بيشتغلون هنمونه لازم يبالهم إعادة نشاط. سبحانك يا رب. شو عم نحب الزراعة هنا حتى فوق السطح زارع. صلاح اسمع الجدر يفوح، باع وباع وباع وباع. ايش عندك؟ شو متريج؟ ما شيء. لو ما تريج ما شو ما هنمون تتقرقع. ها؟ واكل حمام. واكل حمام صلاح. ها توني توني يا توني توني يا توني. كره الله تهلوي. رجب تسبح انت توني؟ انت مسبحنا يعني ممكن كل اسبوع. ليش؟ كل اسبوع ممكن، بس اليوم بيسال بس عشان مرة سبحت كثير. لا الجو برد بس خايف عليه بس شوي. ها رجب شوف هذا يبالي تعضيد. ها هذا طاش قال طايح ركب ماله، يبالي خشبه شي طويله وترفعه فوق. خلاص ما باليد هالجنه. الجنه دي طالع اي جنان احنا ما بمحتاج لها في مكان، وحطها للغصن هذا زين. نحن الله يسلمكم نرز الجنه. ها شو الحين هذا الغصن هذا طايح على يم. عدد السيارة هاي يبالها عدد ثلاث جني، وحدة الطرف هذا وحدة وهذاك مثل هذه. ها شوفوا هاي كانت يعني أغصانها شوية ابتدت تثقل، فمن تثقل عتب ما تكوش تطيح شرات تحت أوراقها تنهد السيارة، فلذلك نشون يحطون هالجنة هذا يبون أظن بالسوق المينا ولا سوق ما أدري والله وين يابلنا إياها. كلم سلطان مال القيواني الله يحفظه يطول بعمره. ان شاء الله سنة خير ان شاء الله. الحرورة اللي تي تخلي الشيار يعتدل، هتي حرورة يا جماعة الخير، ما تي بلاد تحرج الخضر واليابس. اللهم لك الحمد. لكن ان شاء الله رب العالمين بيلطف. ما شاء الله هاي بويت ثمرات هذه ها مزهرة. يا ما شاء الله هذه تزهرت حليلها. انت يبا تشوف شيء يفرحني خبرني. حبته ساكت وخاتل. يعني بقول لحضرتك تصير اسمعني يا سشاشي احيل الشيح والريح، ما اخلي حد ما شاشي في الشيار. الحمد لله هاي مزهره. سوري اقول لكم عنها. تعال 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 رجب. نعم. تعال تحت. انا شو قايل لك عن هذا ها؟ لا تصبر. شو قايل لك عنه؟ شيله. شو اسمه هذا؟ هذا سرطان. هذا لازم تشله. هذا ها شو هذا وين تسك فوق؟ كل حضر يشيله لازم هذا ينشل. يلا ما شاء الله. الحين هاي تشلها الطويلة. هذا شو الغصينات هذه تسوي؟ هاي تضعف الشيء. خلونها بس اللي فوق. هاي الركون الرئيسيات. هاي يستوي النشو اللي تحت هذا. هاي الافرع هي تتعب الشيرة. تتعبها وتضعفها. يلا بارك الله فيك. شكرا حق رقب. ها يلا شو تبى؟ وين تبى تصير؟ يلا ما انت مشى شوي في الزراعه صلاح؟ بس خلاص
أنا شوية دقيقة بيك. زين جلس ده هناك بيك دقيقة. يلا إذا الله جعل في العمر بده بصور لكم الهنباء هذه. هاي الهنباء تقريبا عمرها 11 سنة. هاي الهنباء اللي تشوفونها الهنباء مالها بنفسجي لونه بنفسجي غامج ويستوي خنابيل عناقيد. شفتوا عنقود العنقور عنقود العنب شرت عنقود العنب غدي. سبحانك يا رب. إن شاء الله كان شيء في العمر بده اني بصور لكم إياه إن شاء الله يوم غايته. هاي العام تعبت تعب ما له أول من آخر لكن رب العالمين الحمد لله نجاها الحمد لله. إنها بعد مزهرة حتى الورد وردتها ترد شارت الخمرية لون المخملي. وين جاي وين جاي مستن توني يا توني توني يا توني توني يا توني متوالف ويا رجب متصادقين أول ما يا رجب رافضنا رفض قطعي العقب رضا ورا عليه. أنا ما ممسكش كلاب ما تمسكش كلاب. إحنا نحن ما يبناك إلا للزرع ولا الكليب. هذا نحن هذي الكليب ما نلقط الدورة منه جاينا من عند عرب طيبين من هالدبي على الله يحفظهم. أعطينا إياه كبر الفنيال وحين غدا يعري لكن حليه فقير مضيه مؤدب. الحين رجب كل يوم تعطون مي ولا كل كم؟ لا لا بدي يوم هي. يوم ادي مية ويومين لا. ايه وحينة شو ناوي؟ عاوز ادي كل يوم ثلاث ايام لا. انت احسن. الجو حل. هي ما يبغي مي. ما يبغي مي كثير. توكل على الله. يوم عطمة وثلاث ايام ما بتعطي. ان شاء الله. بارك الله فيك. شوف رجب المل وايد شرات الزراعة شرات البني آدم. انكثرت انشربت انت في انسان يموت من العطش. تمام. يموت من العطش صح. تمام. لكن كم يوم ياخذ لين يموت من العطش؟ 20 30 يوم. لكن اذا شربت ماي دبيت بطنه بيموت في نفس اللحظة. صحيح. الزراعة نفس الشيء. بارك الله فيك عم رقب. عم رقب رجال طيب جزاه الله خير ويسمع الرمسة ويسمع العلم والخبر. عم رجب جنيني مش جنيني مزارع. مزارع اشتغل في حقول الاردن كل مكان. انا جبت على اساس انه جنيني طلع لا طلع يا الله يحفظكم مزارع يشتغل في حقول الحنطه وحقول الحب وحقول يعني ما له خص في الحمضيات اللي هي الهنبه والليمون. وانا اللي عندي في البيت نخل ولومي وهنبه. انزين فلذلك الله يحفظكم علمته. قلت له انت حين جيت وصلت يا غير انا ان شاء الله اذا الله جعلنا من حيين بعلم كل شيء وباك تقبض المهره اللي علمك اياه بالحرف. اول ما ابتدى شوي سويت عرات بيني وبينه يا غير. الحمد لله رب العالمين. الله يسر الامور واعتدل. مش اعتدل حب يتعلم. شاف الطيب. شوف غير الطيب. الطيب ما شيء صديق للعرف. طيبك وبحسانك الناس كلها بتتعلم منك وبتستفيد منك. بتنبح محبيح هذا والمفاتن والوقعه والضراب والصدع والديانه مش جبت العامل او عامله جايب انه حق يسار جبته انت لشيء معين استمر فتره. ترى بدون الطيب ترى الطيب غالب الطبيب. وبدون انك ما تجلس بالراب على العماله ترى هاي اللي يوك حين من دارهم لين ديره يوم من دار لين ديره وقطعوا برور وبحيق ومحيطات وودروا بلادهم اهاليتهم جايين يبون يشتغلون. انك انت ما تاقلمت وياهم هذا مش شيء غريب شيء ما تعرف عليه عادي. لان ابويها جايين من بيئه ثانيه من مكان اخر من يبال من مكان من معيشه ثانيه وياو شافوكم انتم بعد ناس غير عنهم غير عن الاوادم. فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم شو هالأوادم اللي احنا جايين يشتغلون. فلذلك يستوي النفور اول ما تي الايد العامله. فلذلك لازم تصبرون عليه. ترى ما يوم من دارهم لين هالديره الا لجل يشتغلون جايين محتاجين. ولو ما محتاجين ما فلازم ابويه يصبر. هبيت البشكاره ولا الدريول
من شفتي ولا ماشي ولا 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 ما ياز شكله ولا ما يعني قلت خلاص هذا انا من وجهه ما ياز لي ليش يعني من وجهه ما ياز بلا وجهه خلجت الله سبحانه وتعالى اليوم ما ياز باكر بيوز عيل اول ما يتم الحنايه شريره شريره وجهه تحرب يظهر من شرار لكن رب العالمين شفته الحين شو سوده ما حد شرى ترقيص يرقصن وينقزن ويمثثن ويشلن ويحطن وحتى يطبخن طباخ مال بلادهن مال البلاد اللي هم جايات منها نيجي شو اسم بلادهن؟ ها؟ من كينيا حتى طباخ كينيا يسوون لها العدس مال كينيا يا سلام يحطن ويا ما ادري شو ما ادري شو غني فنان والله بعزمكم يوم من الايام بطعمكم يلا بس عاد عليكم يقول لهم قبل شوي ترى صورت لكم اياه زين وهذا ريوقنا نحن روحنا ريوق بيتنا دنقة ومحلة أيوة. زين شو كلت انت صعبة محلة كلت ايه. زين بي... عافية ابشركم الحمد لله شو هذا ابشركم الحمد لله صلاح صلاح بخير وسهالة وبيركب الطيار ولا في وريم ولا في ولا صويل ولا شيء ولا يسوي الصويل في راسه ولا علمه ولا اخبار اموره طيبه صراحه أكيد. الله كريم الحمد لله بس ذهب للطياره ايه بعد شو بنقدم السيره تاريخ 13 بنصير ولا 12 الليل صح لا في الليل طياره الصبح صبح ايه صح. ماشي طياره سيد هيوستن بحكلمونا قالوا الطياره تصير ما ادري ايوه بتصير ايلس نسبع شويه طياره تصير اول بادي ما ادري شمل الولايات ما بالصبح العصر الصبح يمكن يمكن الصبح لا عصر ما ادري قالت لي الحرمه غير نسيت صارت تصد هناك الطياره قبل اول بعد تصير نيويورك من نيويورك بنبدل طياره وبنصير هناك عندهم ولا بيطال قلت لهم طالعونا اقرب طياره اقرب مدينه توصل للطيران الاتحاد لهيوستن وبنبدل منها طياره بنستريح ساعتين ثلاث وعقب بنصير هيوستن ونحن ظاهرين من هيوستن من عقب ما يخطفن 10 ايام بنصير شو اسمها نيويورك كشتك 4 ايام سلام اقول لكم الحين حتى هو ما يعرف الموضوع صلاح بكره انت بتكون في دبي زين صد هناك طالع فوق وانا وين بكون في دبي زين خيبي الدبان شوف وبكره في الليل من عقب المغرب الساعة 7:30 بنتلاقى انت بتسرح الصبح زين زين بتسرح الصبح بتريق عندهم وبتتغدى وبتيني المغرب وين القرية العالمية القرية العالمية ما أعرف لا دري ولا عارف ولازم تجيب الكرسي وياك زين زين بتجلس ها زين أسد أيوة بابا إن شاء الله تروح بتي القرية العالمية أيوة أنا ثلاثة مرة أروح إنزين بكره القريه العالميه بني لسلين في الليل زين صلاح بتعشى هناك جاب مشكله زين ضروري ضروري اوديك مكان مال انت ما تدري لا انا بابات بعد يومين بس بعد ابو 20 يوم تبع زين صلاح بنصير مكان وايد مهم في القريه العالميه من اهم الاماكن اللي في القريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم الله بالخير وصلت تقريبا من ربع ساعة ثم بهاين علي يدخل عند الدكتور المكان يجنن 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 ودك انك ما تخلص مواعيدك حرام ينه ودك ما تخلص مواعيدك والله يا ابوكم يا المكان روحه هذا تحفة 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 معمارية تبارك الرحمن يا رب العالمين تحفظها من دار والدكتور جاء كل دقيقة يطرش هاي النرسة هاي تحت يعني اللي من دون هذا شو اسمه الدكتور تذكره يقولها يعني استعجلي خالد قلت له ابوي خلوا الرجال قبلي هذا يدخل هذا عقب موعده خليته يدخل قبلي على اساس اني اصور هالمناظر الجميلة شيء جميل اي والله هذا الدكتور يعني شوفوه صار زين ابوي دخيل والديكم مبنى الدار المسؤولين عن مبنى الدار او اللي عنده السلطه او في يد اتخاذ القرار دخيل والديكم وابوي سووا فلتر مخصوص لهالمبنى
ضروري فلتر مخصوص لهالمبنى، غميضة هالمبنى، هالصرح المعماري الجميل اللي ما استوى شراته ثانية في الدنيا العودة كلها ما يكون له فلتر. ليش البلدان اللي من غير اللي مسوين صندقها مسوي لها فلتر، مسوين شبرة مسوي لها فلتر، مسوين خنيخيش خايس ما يسوي شفطة عام مسوي له فلتر، نحن هالصرح العظيم ما له فلتر؟ ليش أبوي؟ بلاكم خاسين خسيين عندونا العرق؟ لا يا أبوي، ضروري على كل حال تسوون فلتر، وخلالكم عندكم غاليينكم ما تنسون. دكتور جاك صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك دكتور؟ زين دكتور، الحين أنا شو بتسوي لي؟ قبل حطيتوا لي حشوة مؤقتة صح؟ زين، وحينه؟ الحين اليوم بدنا نعمل لك تنظيف. أها. نأخذ لك صورة شعر بعد. أها. نعمل الفك كامل. نعم. اليوم نعمل لك تحضير السن. نأخذ لك مقاس. أيوة. نروح على المعمل والمرة الجاية تيجي يكون جاهز ومختلف. يعني حبيت تاخذ القياس. نعم. مال شو اللي بسوونه هنا؟ ها تلبيسه ها؟ نعم. هذا السن الأخير. قياس نوديه للمعمل يصب القالب. بعدين هم بيعملوا السن وبيرجع جاهز دليفري ومركب. كم يبالي وقت دكتور هذا كله؟ بس رح نحاول نشوف أسعار وقت ممكن أنا بكلم المعمل. يعني ممكن ثلاث أيام خمس أيام. يعني طار طار دكتور انا ترى ما عندي مشكله اذا اي عندكم 100 مره على هالمناظر الجميله يعني دكتور الموقع عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن روح اي سواله بلاد وايد الوعب. اول مره اي عند دكتور اسنان ما احب مواعيدي تخلص جزاك الله خير دبي وقت تشرفني الله يسلمك نبتدي الحين لو بعدنا بس نشوف شعر جاهز ولا لا شعرت الفك الحين بيسوي اول بار بيسوي هذا ما يندرى هذا منوع يعني اشوف اظني هذا يمكن حق الصغاري هذا حق الكباري ولا هذا حق اللي راس محمود which one for me this one yeah ترين من هذا الروس المكبار دكتور الضرس هذا التلبيس مالت ضرسي يوم كنت بسافر تكودت قدامي يوم انا كنت اكل في المطار وما هان علي عقها خليتها في الشنطه عندي لفيتها بكلينكس موجوده لين اليوم تذكرت امس لو جبت لك الودي هاي اللي اختفت ما بترجعها يكون خيار ولا شو؟ لا ما على الفاضي ليش؟ لانه نحن المارجنز الحين غير المارجنز اللي احنا حسوي لك اياه المارجنز شو المارجن اللي هي يعني فينش لاين اللي هو حدود السن لما احفر لك حدود السن على اساس انه يتركب السن نفسه فلما انا لما اعمل لك حدود جديده مو نفس الدكتور اللي طاف اللي عمل لك حدود قديمه ايوه الحين اختلف يعني اختلف الموضوع فما راح يثبت توكل على الله شكرا دكتور يلا عاد الحين سامحوني ترى ما شيء تصوير لين خلاك بسير عند هالبل الجلدية ولا أنا مخلص منه قرمسكم الحين ما فيه بعد ما شيء لا بنج ولا شيء ياتي لأن هذا ما فيه عصب من الأساس فإن شاء الله الأمور طيبة لكن ما بيكون في تصوير لعقب يا دكتور هذا فتش النوم فتشها بسم الله الرحمن الرحيم أنا هالنمونة هو يطرى الشر العياد بسم الله الرحمن الرحيم صدق ولا دكتور حلوين فتش اي شو الحلو يا غرب الله بسم الله ما واحد فيه هنا شابه ربيعه لا كله رائع ما شاء الله بسم الله تبارك الله يا رجال بسم الله الرحمن الرحيم كأنها ما اللي يلقطونهم في الاثار الله العظيم سويت لي تنظيف وبعد التنظيف سويت المقاس للضرس اللي بتركبوا لي اياه هذا التلبيسه زين انت حي التنظيف عاده الماكينه هاي اللي تتش وتسوي صوت صحيح. زين اليوم ما سويت هذا شو هاي اللي احنا سويت اليوم شرات الهواء انا بس اليوم استخدمت انا شغله اسمها اير فلو هاي شغاله زي الساند بلاستنج زي الرذاذ تبخ هواء وباودر بنفس الوقت بحيث انها تشيل التصبغات
هذا من الشغلات الجديده بعالم الاسنان. شيء جديد يعني هذا؟ نعم شيء جديد. حتى انه ما تهدي سن وما تحك السن. ما انست هذا الحت اللي يعور شوف الحمد لله يعني ها شوف بعدين ولايتيات ما شاء الله عليك رجعنا عريس. شكرا شكرا يا ويلك تسمعك ام محمد. شكرا دكتور بارك الله فيك. متى يجيك الحين حق الدرس؟ ان شاء الله بعد 3 ايام 5 ايام تكون جاهز ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. انا احب اسير عندي موعد ترى في نفس المكان اللي عندكم مال البشره بيسووا لي اسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. I hear a lot of things about you. Too many patients when I meet them they talk very good things about you. But they said we are shy, we can't make video. Oh, why? I don't know والله. لقيت اكثر عن شخص تعالج وياها فتخبرهم خبروني عنها كلام وايد جميل. انا ما اعرف هالدكتوره من اسبوع اللي خطا فيها غير ما قدرت اقابلها. كل ما اجيها عندها ناس دكتوره you too many people talk too many things too many good things about you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank so you we're just practicing pain-free dentistry here. If you want to try, you can come in and experience it and then tell everyone about it yourself. Inshallah. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Doctor, what you said about that doctor? We're having Dr. Moskos from Greece. He's a visiting consultant. He's an orthodontist and he does the taqweem treatment. He's a very, very good doctor. And he comes 5 days in a month. And yeah, we're having a very good response to that. You will give me your card? Sure. Thank you very much. هم الدكاترة الحين واحد دكتور جاك اللي أنا كنت عنده والدكتور هذا مال الأسنان مال كل شيء يعني والدكتور مايك هذا اللي هو من اليونان هذا يجي في الشهر 5 أيام كل شهر اختصاصه بس للتقويم التقويم بمختلف ألوان وأنواع وضرب القب عسب وعيد عسب فالحين بحط لكم الكرت مال المستشفي اللي يبي استشارة مال التقويم لوشياته واللي يبغي علاج عند الدكتور هذاك اللي توي كنت عنده جاك كلهم والنعم والدكتورة هاي بعد دكتورة أسماء والله مال اللثة يقول لك كل شيء تجميل الفم للثة دكتورة أسماء نمبر وان والله عرف الله تعدوها يلا زاد حضروا الساقاديات تحرهم برد أقولكم أنا من المفروض إني أسوي الفيشل اللي هم قايلين يمنيني بها وبيسوي لي كل شيء ومسوي الموعد عندهم يا غير الله يحفظهم جد جديد إني ذكرت إني معزوم في عرس الرميثات اليوم فمفروض أكون قبل شيء وبعده وأنا بعد إني لاسرت البيت واتغديت ومتى بخلص هالفيشل يبالي ساعة ساعة ونص وأنا أبوي لا أملك الوقت ولا قدرت اعتذرت لهم قلت لهم إن شاء الله بيكم عقب أسبوعين أو ثلاثة وبيكون هو حق الفيشل ومرة واحدة بسوي الضرس هذا يوم بالوقت اللي بسوي لي الضرس بترتبوه البيزهر بسوي شو رايك أخيان زين يلا هل وقت أبوي لي علاج مال عصب مال طحنة الزمان مال التقويم مال هاي الدكتور الباكستاني بعد هبة ريح الدكتور جاك رقم واحد مكان يعني متكامل يلا بارك الله فيك. يلا عد هالمبنى جميل الفنان. يا مرحبا الله يرحمك على فضلك. انت عندهم في هالبنايه؟ ايه نعم. شو شركه ميرال ما شاء الله. هو كيسدكم الموقع هاي البنايه هاي روح حب وكيسوالها اي والله يسوالها مليون ادمي تحفه والله. بالنسبة للي يتخبرون عن الفرق بين الرهش والبشمك البشمك غير والرهش غير حد يسمي الرهش بشمك وحد يسمونه حلاوة طحينية اللي هو الرهش المتعارف عليه البشمك يختلف البشمك أبوي شيء صحي ومخدوم من دبس وسمسم وزيت السمسم وايد زين وجليل يكون حد عنده وجليل اللي يضبطه سيده وجليل اللي يضبط البشمك جليل يعني من نوادر لكن أصل البشمك ينياب من فارس البشمك الأصلي اللي ماشي شرات بشمك اللي أمس العرب هاي طرشوا لي منه
تبوا جايين هم فارس طار شو لي هالكثير واحد يطلبني. من وين هذا الحين صبري؟ This is from where these all? This one we don't know from where, but this one this one. This one from? هب عبد القادر. فاطمة قادر. فاطمة بنت حاضر. فاطمة بنت قادر. فاطمة بنت حاضر. فاطمة بنت قادر. I can't hear you. Look at. فاطمة بنت قادر. شو؟ Thank you very much فاطمة بنت قادر. فاطمة بنت حاضر يا الدوية. يالله شو عاده هو؟ مالح جنة. أتوقع مالح ولا عنده. هي هي. تحته مالح زين وهذا كله وين يا حينه all these things we don't know, who no I told you I think they called you nobody's called me هاي ذبيحة جاية وهذا الشو تتحنى oh my god الحمد لله يا سلام سلم مطفي على كنعد جاي مطفي على كنعد بسلطاته ودنياه خوسي وهذا بعد ابوي ذبيحه من قير فوقه Who know about this from where? We know it's because we are given from the gate. Anayati is the one too. Anayati, no? Yeah. No, I don't know what Anayati, no, maybe to ask. Okay, yalla. Told Anayati to come to know from where this one. هذا الله يحفظكم يا هاي. Yalla, open, open all these things. Yalla, yalla, yalla. Open everything. This is the salata. Salata, بعد شو salata? With avocados. شو? Avocado. Avocado from Africa. يلا. Yeah. يلا open every all these yes. all these from one place. Yeah. Except yes. All. Yes. يلا open everything. يلا خلصينا. هاي أم الحناية دفوها على سيف هاي أم الحناية هاي دواء يا سلام. هذا طارق عماركم شو مكتوب بس ترتدي مكتوب ايد بغنطة ها شو ابا شوتم حلويات موضي موضي سويت وهذا شو هذا شو مكتوب شو بس ترتدي حلويات شاي حلويات شاي الضحى من وين من اي بلاد شارجة هي مثل شارجة هذا ام شارجة ابو طرش شارجة هو مش شارجة اوبن اوبريت اوبريت عاده ايوه نو بيضعف يا ابوكم نو بيضعف وهذا بعد يا من طير وين هقطعت هذا شو مكتوب عليها وين هذا مكتوب ابوي على هذا ما ادري شو مكتوب عليه كان شو بليترز صبري صبري هذا 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 بسكوت بيكون بسكوت بسكوت وهذا بعد شيء من غير وين هقطعت هذا غطي غطي كلوز ذس وان بسرعة ذس وان أيوة هذا ظهر قطعته مرة واحدة على الثاني هذا أبوي اسمه عالم من الحلويات درجة شو برور بوحي كويتي بدحي كويتي شو ما أدري والله المهم هذا هو وهذا هو بعد من غير أبوي هذا لم طر شحينة أظني هذا ثلاث أربع نمونات هذا روح مكان ردي فتحي حد بسرعة حق العرب تشوفه هذا روح مكان يلا نقفضي هذا ابوي روح المكان هذا روح المكان وهذا هذا روح ابوي المكان عن هذا العنوان ها وين العنوان هذا ابوي عنوانهم موضي سويك زين وهذا ابوي غير ثرى هذا من عرب ناس من عبد منقير هذا من الشارجة وهذا من وين هذا هذا مكتوب مكتوب اسمه هذا مؤنيو مكتوب موضي سويك موضي سويك زين نيم فروم وير وش يا الله بنصور هالنحن هذا هذا ها هذا حلويات شاي الضحى ايوه هذا مكتوب عليه حلويات شاي الضحى احنا انا بصوره لكم كله
بس انا اقول له شو اسمه اقول له بس صبيل ها بابا معلوم بس بابا معلوم ايوه زي انا كيف بابا معلوم كيف اعرف الحين هم وين جاي ابويا اللي طرشته هذا ابويا انا ما اعرف وين الحين جاي لا خبرونا بس من تلعب دري والخبرنا هو وين جاي اشوف الله عليه ما في كرت داخل ما شي كرت ابوي هذا خدمه بيت ما بخدمه مطعم خدمه عرب وعرب فيهم خير بعد روح سدد الخدمه والرمي ما برم مطاعم هي هذا من شارجة اظني او من دبي وهذا من غير من ابو ظبي من بيت عرب كان منو ما اعرفهم ما خبرنا ابوي دري ولكم منو ما قاح ما خبرك الاسم ايوه بس بابا معلومه والله لا بمعلومه لا الله قال How do you know? They know because I... Huh? When you start to eat, they will call you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. فوق جسر المقطع. حفظ جسر المقطع شو اسمه؟ جسر مصفح. اللي معادي الجسر المقطع. أمنه هو فندق نادي الضباط لحضور عرس الرميثات إذا الله جعلنا من الحين إن شاء الله أمس عرس ولي قبله عرس ولي قبله عزة ولي قبله عرس ولي قبله عزة والدنيا مطرجة هذا حال الدنيا يوم فرح ويوم حزن ويجعل أيامنا إن شاء الله كلها فرح ما بدنا بالحزن لكن هذا شيء عادي شيء أمر عند الله سبحانه وتعالى شيء مقضي ومكتوب من وقت ما استوت الدنيا فالدنيا لازم يعيشها بأفراحها وأحزانها أي من الله خير لا اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد بن بطي أنا الله يحفظه يطول بعمره معرسين الله يبارك فيه كده تعالى تتوافد الرميثات والبيسات طوايف كلها من شرق وغرب الحين ابتدت الناس تتضاول عادة على ما تشوفون حد من دبي حد من الشارجة حد من الفجير حد من كل مكان وتر له العرب كلها اللي خطف من يبي خطف من مفروض يخطف من قدامهم ودق يدي هنا اللي يخطف من جداي افتنت عليه على الطريقة السليسة الله يحفظك يبارك فيك هذاك عمله احمد الدان عرفتوا اكل يوم يدك مين سويت عليه زوم العاده والله العظيم انت داز بلك شمي اني ما عرفتك بن حمد كيف حالك كيف انت يعلى الله يرحمك جزاه الله خير جزاه الله خير والله يثني عليك ابو محمد جزاه الله خير من طيبه واحسانك هذا ريال مبروك ريال خير ما قصر الا في المرضى يوم كانوا في بون جزاه الله خير لا في المرضى ولا في يسمونهم المرافقين جزاه الله خير الله يرحم والديك مازيك يا ابو خالد سلام عليك كيف انت كيف حالك تبارك الرحمن الله يحفظك ولا اختلف منك بهالطول ما شاء الله عليك مصورك حق الوالده طال عمرك الله يسلمك اول بعمرك سلم عليك وانا بكبرك الحين اساس اصورك طول لي بعمرك ما تقصر تحياتي لك يا والدتك الله يسلمك كل طائفتك الله يسلمك بكبر وعيناك الله يسلمك الله يحفظك ويبارك فيك ما
اقول لكم زقرتي زقرتي ما يبالي رمسها. صدياي يا حمدان اي ها صدياي باب معبد ايش حالك كيف انت الله يسلمك يحفظك بارك فيك مين الرجال هذا وينه؟ هو يشهد ويعرف ابو محمد كاني انا اشوف صور ولا لا؟ هاي شهاده طال عمرك عنده برنامج هاللي يسرق الشريطات ولا صور من عند العرب وكل من زخ حد مصور شله وحطه في البرنامج اللي عنده هو ويتسمى بهن انه هو اللي يعني مصور كل من يانا قال انه مصور هيك طريقة طالع مصور لنا صور زينة البارحة كل ما عندي أنا من صوري من حسابي أنا وربك اللي تعبت كذو هذه شهادة نعتز فيها هنا عم لا 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 شهادة تنسحب عن طالع تنسحب عن الشهادة يعل عمرك يعل عمرك طويل يا بصير الله يطول بعمرك ولا خلينا من على عقة الحابول ابن استعقوك عليك بالأولية لا 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 فيها ناس ولا
زايد. يلا شو اسمك انت؟ زايد. ما اسمعك. زايد بن سعيد بن بطي بن غانم الرميدي. والله والنعم. عليك صوت. تحتمك شوية؟ لا شوية. شوية عن خاطري. البحر وين الطروس؟ الطروس. طال عمرك ما يريل ما يريل طال عمرك انا ما ضربت الا خوره يسلم يصور وياي الحين هذا الرجال هذا شو اسمه ما لا انا هن مو يقولونها يقولون حس عالي يلا صدوا هنا عاد عرب هي شو يقولون الحين الاسم شو اسمه والله والنعم وانت صباح ميد نهامي الخميس تعال 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 يلا مرة ثانية صباح ميد نهامي آخر مرة زي وانت محمد ميد غانم محمد خميس نهامي لا خليت منكم يا الله يحفظك مجربك أنا أصلا ما أظهر في سناب شات احلف صبر أشوف أشوف وين الضروس صورة شحال ثاني اللي يميز الرميثات الأسامي صباح ثاني كداس حتبور مرشد شو بقول لكم هاي أسامي مميزة هالأسامي جليل تلقطها عند حد يا غير الرميثات هذا أساميهم مميزة مثلا جليل تلقط يعني أسامي من هذه الأسامي يعني الجديدة كل أساميهم شو العرس الأول وحينه عرس الأول ايه اول ابويا ليهاد بنيات ينعشن في العياله زين والحريم تبرزن عليهم يشوفن ويشوف العياله يشوفن الرزيق والحرم العوده اللي معرست بشوف الريال اللي بتعيبه شوف انت بيعيبها الريال وياخذها سبحان الله هذا اللي سووه جيل جديد نعوذ بالله منه مصيبه والله مصيبه الله لا الاول عارضنا وعارض المسلمين يا رب الاول يهدينا ويهديهم امين لا الاول ين الحرمات يطلع مشان على الرصيف ابدا اليم والله اكيدهن شيء ينزل بسياره شيء حتى بسياير نعم يقفون وطالع اي نعم والله ما يكره البنيات اللي تبغاها بنت حق ولدها واللي بتحير لها البنت اي والله الحين ما شيء قال لك عوانس عوانس من شو ما حد يشوف ما حد درافهن ما حد درافهن وتنظفت بنت فلان خلاص الله يستر علينا وعليها امين الى الله يحفظك ويبارك فيك مشكور على حضورك حرسنا الله يرحم والديك والله ان شاء الله واجب واجب يتعم الافراح في الامارات كلها يا رب ان شاء الله
شاعر الإمارات الأول من أقدم الشعراء محمد بن عيد بن زنيد القبيسي. كل قصيدة الأولي مغنن حياد جابر جاسم، كل قصيدة الأولي. تن ابو توصيه امك ابوي تقول لازم تسوي صدق جاي مرشد بن سعيد بن كداس الرميثي والله والنعم اقول لكم شوف على سامي كله هذا الابو ممنوع يتصور ترى يا حافظ على الابو يا حافظ يا حافظ مرشد سلم على ابو محمد سلم لا خلالك لا هاك اليوم شيء ما ادري شو قدام بيتنا اتصلت بك انا ناسي رقم اخوك اصلا نسيت اسمه انا شو قلت لك شو قلت لك وراسك يا ريد رقم عبيد بن كداس الرميثي لا مسؤول شو مسؤول في البلدية لا 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 ما قلت شيء قلت بس ما اقولها ما اقولها ما تنقال يا ود الحلال لا قال عني قال عني مسؤول الكشرة وش انت كشرة كلها لا بارك الله يا علي شوف يا علي ما بحسنك لا لا يبع لا لا انحصل الماء بطل بطل الصعود لا لا حين بتحط انت خلفها انا غريب بعد قاعد على حد يستوي لا ابوي ما شاء الله سمعت اللي قالوا ولون مثل سيف يصقلونه هذا في معدوده هي في كنت هذا راع ثميري ولا راع قلو ثميري ما شاء الله ما شاء الله مشروك 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 يعني الله يحفظك يا خلفان طول بعمرك ترى اللي تلقطه اليوم في العرس هذا باشر تلقطه في العرس هذاك شو السبب؟ هذا كله تلاحم وترابط بين الأسر الإماراتية اللي تلقطه في العرس هذا باشر تلقطه في العرس الثاني ما شيء يعني تقول هذا بيصير مكان هذا وهذا بساير لا تلقط شارات الدائرة شفت يوم تستوي الدائرة يوم حد يجي مثلا ضيف عند حد سووا له دائرة كل يوم غداه عند حد وعشاء عند حد وربع عند حد لذلك هذا طريقة العرس اللي يسوي يوم خاصة في الإمارات دون عن كل بلاد في الدنيا العودة تلقط الضيوف موجودة في كل مكان
هذا اليوم هو معرس الناس يته باكر حتى لو هو بيصبح معرس لازم بيصير محدع لازم بيحضر ولا انا غلطان المعرس يا رك الله يا رك الله يا رك الله الى الله يبارك لكم ان شاء الله هذا أبوه يدعم أمي أما اليوم مرحبا بديت ريحك يا ريحك يا ريحك الطيبين وجودك الله يحفظك كيف أنت كيف حالك إن شاء الله طيب مرحبا كيف حالك كيف أنت والله مليون مرحبا مليون مرحبا ريحة الطبيب ريحة أمي ريحة الغالي يعني الله يغفر إن شاء الله لأبوك قلبك عند محمد سيف أنت قلبي عندكم لا لا شلك عنا حاولنا نحن ندافر الله لا يخلينا منكم يا الله يحفظكم الحمد لله اللهم لك الحمد الله يطول يا مرحبا يا مرحبا لا خليت نعم طاب صور وياه زين يلا هاي الاخوان عاده هاي ايراننا الاول يرانا في البطين هذا يد خلفان بالعري خلفان بالعري الله يرحبك على فضله وعمرك ان شاء الله صلاح يحب على صلاح ها أه؟ صلاح يعرف صلاح يا صديقي وياه هيت 24 ساعه لنا زياره ان شاء الله ان شاء الله والله مليون مرحبا والله مليون مرحبا بن غرير اخو خلفان بن غرير بن غرير وثاني كلهم اخوان هذا اخويا ثاني مخوة الدنيا ثاني بن كداس في نفس الوظيفه نفس المجال العمل
المشكلة ما هذا المشكلة ما تروح الله كريم الله كريم الله كريم شكرا شكرا والله مليون مرحبا مليون ما شاء الله ما جوازات كلها متجمعة قديما وحديثا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يعلى الله ليخلينا من هالويوف. محمد تراك معزومين كلكم معزومين الاسبوع الجاي وين احمد بن خالد بن عبد الله وين وين في عرس الجماعي في المشرف الاسبوع الجاي كلكم حاضر في علم الغايه المجلس هنا على المشرف هنا على من الظهر الى الفجر الله يحفظك اول بادي محمد غريل كلكم معزومين كلها ابو ظبي معزومه ابو ظبي والامارات كامل عرس احمد بن خالد الله يبارك فيك خلاص انا بجيب ناصر عليك كل انت كل هلا جزاك الله خير الله يبارك ان شاء الله عندكم عرس محمد الغنا والله والنعم والنعم ان شاء الله انا بالحضر هذا ابرك كم من ساعه ابرك ونعم النسب من النسب مزراوي ما شاء الله ما شاء الله هذا الزين هذا الزين يا الله يا الله اي نعم والله مليون مرحبا مرحبا الساعه ان شاء الله عزيز المقبول وان شاء الله نبي نحضر هذا كم 9/2 9/2 بحضر لك انت بعد اسبوع الجاي بتحضرون عرس احمد بن خالد ولدي ان شاء الله اسبوع الجاي في العرس الجماعي في المشرف الله اي نعم اذا الله راد يلا تباركتوا المعرس يلا مشكورين يلا الله يحفظكم في مال الله مع السلامة مع الله أبو عبد الله تباركتوا 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 ويهك أبيض ويهك أبيض لا 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 اللي بيعد اسمه بصوره اللي بي ما بيقول اسمه حب مصوره انا اسمي زايد انا حمدان انا اسمي حمد انا زايد انزين وانت تعال جاي شو اسمك؟ مرشد وانت؟ عبد الله والله والنعم يلا بارك الله فيكم يلا مع السلامة يا لهم الله حبيبي شو مطلش امهاتنا؟ امهاتكم يا ساتي طمش انا الحين عليكم لا تحاتيهن امهات قليب ما حد يغلبهن يلا الله يحفظكم بما الله متى؟ الحين قبل شو ما صورت وياك انا؟ ما تصورت الحين تبي تصور؟ ايه عندك بيزات؟ لا لا يبقى 10 10 ايه ولا 5
وين؟ ما عندي. بتعطيني خلاف مرة ثانية وبشوفك؟ كيف؟ يلا صور لي. احلف. يوم بتشوف. الله يوم تشوف بعدين. خمسة لو عشر؟ عشر. زين. لا لا بس خابي أعطيني عشر واخذ. يلا. يلا عجزتني عادة. عرسي أنا؟ إيه عرسك. أحلي لك أنت الأسبوع الجاي عرس ولدي. زين لا لا عرسك تراه. عرس 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 الولد عرسك. متى؟ عرسي وعرس معوية. يوم بيعرس. إن شاء الله. زين؟ محلا محلا بنسوي لك مشاكل الصراحة. أبو محمد. العرس العرس عرسك. بس شوي هات. ما فيك حيلة. يلا. زين؟ مرة قبل الزبوت. يا محمد. ذات الله. وايد تأخرت أبوي حمد. والله الدختر ما طاعوا يطلعوني. أها. حيل وحايلة جرعت الويرات قدر ما أبى. قالوا ين. بس قلت خلاتي ابوي بسير اسلم عليه لا ما سويت الا كل طيب وكل زين ما تسوي الا زين كل طيب دق سلف زين 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 يقول الله الله في هي ايه شوف الله عليك هاك الرجال اشوف هذا منو بالله اكل ياس يصورنا هب جمال النعيمي يا هو بالله عليك ولا يشابه لا لا هو هاي شابه محلو هذا السلام عليكم مرحبا كيف حالك كيف انت هاي دخلت ابويا قل لهم كنت مقيل والله والله عندي شغل كل واحد وشغاله بتلون بعد العافيه ما تروم تمشي مشي عاديه تمشي هو. مشي ملكيه تمشي على هو نعم اقول لك مشي ملكيه غير نمونه يا سلام سلم حتى اشوفك من تميت تلبس هالنعول ما شاء الله تقضي يومك يا تني يا رياب بسرعه الحين اول جواز تاخذ فيها نص ساعه الحين خمس دقائق ما اخذ ما شاء الله. والله واللي يشوفونه لابس النعال هذه كل نفتح له الباب ولا واذا حد قدامك خمس تنفار بالرقم يعطونك انت الاول الاولويه للي لابس كيبوت عيل ما يحتاج سياره بس لا 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 مره رقم واحد بترول ولا ديزل لا 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 على الهواء يا اللي ما ادري حزنك ما عليك باس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله يلا تعالي تعالي كم هير بوث اوف يو اي ويل تولد يو سمثينج جود نير ايتش جذر اند كم هير السلام عليكم Okay, there is good news for you, both of you. Okay, tomorrow you will go with me. قرية عالمية. What do you call it in English? Dubai. Okay. You know which one? No. The big village. What the global village? Okay. Last year you go with Madame. Yes. Okay. Yes. We will go tomorrow. Me and you and Salah. Okay? Okay, sir. You will wear good things. Look like you are going to Shadi. Zain? Okay, sir. Yalla, thank you. Thank you. You happy there? Yes. Huh? Yes, you was happy that time. Last time you was happy or not? You was very happy. Okay, and today? not today, tomorrow. We don't know how because Wanda with the one who was very happy, but I don't know about you. Yalla, 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 tomorrow. Zain? Yalla, thank you. أقول لكم كل شيء عادة يجيني وأصوره وشكلي يعني عادي يعني، لكن هذا الشيء اللي يعني شيء غريب عجيب. شوف الله عليك، مزار كرتون لين عينه. شيء غريب عجيب. شو شريته؟ حب. حب شمسي هب حب الفساد لا حب عباد الشمس نحن نسميه حب شمسي لكن حجمه غريب يبيع بسرعة بخير بخير شوف الله عليكم حب شيء غريب عجيب حجمه كبار وطعم لذيذ رقم واحد وتهم ترى ما في زود ملح يعني وايد فنان غريب عجيب ما يندر عاد ابنه لي ابنه لا اللي مطرش من عند عرب اعرفهم العرب لكن ما يبوني أخبر بهم ولا أطريهم يعني كمبنية الكبار يعني أكبر كمبنية في الدنيا العودة عرفتهم الباحم تلا جيبان في العرس مخبريني قالي لي أبي لك شيء أنت تحبه لكن شيء غريب عجيب الغداء اليوم من وين جاي ولا صديق يجي برا وقف أنا أروح برا بس أنا أقول وين شو اسمه؟ هي. هذا أقول سبيل. سبيل؟ أيوه. سبيل ابن أحمد. سبيل ابن أحمد الله يغفر له ميت من 30 سنة. سبيل ابن أحمد أبو فايز هذا. متوفي من 30 أو 35 سنة. يعني شو يعني سبيل؟ ما سبيل. شو اسمه؟
سبيل أحمد. سبيل أحمد؟ متأكد؟ سبيل بن أحمد الله يغفر له متوفي أبو فايز. وقول هذا سبيل بن أحمد من الناس الطيبين من العرب هالأول، الأول عند بيجي وأبي رحيد الأول من هالدبي. يا الله يغفر له أبو فايز، يا الله يغفر لك يا سبيل بن أحمد. هذا السيم هذا. أيوة. سيارة جي إم سي؟ جي إم سي شكل بس. دري ولا بنغالي ولا هندي ولا شيء؟ عربي. دري ولا فرع عربي؟ أيوة. والله؟ أيوة. هذا شكل بس. هي اسمه شو؟ والله سبيل أحمد. يا الله يرحمه. ثاني مرة يوم حد يجيب شيء لازم أسأله من وين؟ منو أنت هذا؟ أيوة أنا أقول بس أقول له بابا معلم. بابا معلوم حش على بابا. بابا ياس عند دكتور الاسنان في عيادة الاسنان. جيب انت تليفون نمبر بس. انا عندك نمبر مال هو؟ ايوه انا. ها؟ انا نمبر. نمبر مال انت عنده هو؟ ايوه. وش الفائدة احنا كيف نعرف؟ وليش تعطي نمبر مال انت؟ اقول سويش ما انا اقول عناية. خبرت عن اسمك انك عناية. ايوه. وعطيت رقم تليفونك. انا رقم التليفون. ورقمه انت ما شليته. بس هذا اقول لك جزاكم خير ونور وسرور. يا الله مبوني متعايز اسير الجبهه. اي والله كان من الصبح دكتوره اسنان وزيره معاريس ما قيلت غير الحمد لله نفعني ونافع الله من رقادي البارح راقد من وقت. ما حتيت رقاد الظهر. فان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بتمرن وبخلص وبسير البيت وبحط راسي. وبرقد يمكن ارمس وياكم اليوم يمكن لكن الرمس الضروري ان شاء الله باكر بنسولف بها وانا ساير دبي ان شاء الله ويرس الخميس ويمعو السبت. صلاح يحب يمشي ما عندي مشكله وياه ولا عنده اصلا ما عنده مشكله في المشي. بكره عسب في القريه العالميه على هالاساس بنشل عنده كرسي هو متحرك ماله روحه يوم مسافات طويله وهذا ساعات يتعايز فخلي الدري ولد ساعات وساعات يوم فيه هبه خليته يمشي. يوم شفته اشوفه شويه اختلف التوازن. هو ترى عنده عدم اتزان شويه ساعات يسمن شو دوما يتكود ماشي توازن ساعات يستوي له فينش ويتكود بكبره. فهذا مرحبا. يا ربي يلا خلاص بنعرس.